مرحب مرحب يا هلال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين يومية ملاطفة. جينا لكم اليوم فيديو جديد وبوصفة جديدة كما تعودنا لكم. في هذا الفيديو غنديروا لكم تحلية بالفلور والليمون والحليب ويرنس. مهم دابا نجيو للمكونات. كما كتشوفوا في الطبقة الاولى كنديروا سيرما. اش كنديروا؟ كنديروا حليب، نستو تاع الحليب. مهم جوج معلقة ديال النشا، جوج معلقة ديال سنيدية. وكنديرو دابا فلون فلون ديال الكراميل. نحط العجوة على حسب الذوق اللي بغيتو، يا ديال الفاني يا ديال الفراولة اللي بغيتو. وكنخلطو المكونات. نخلطو مزيان عاد نديرو فوق العافية. هنا كما كتشوفو درناه فوق العافية. أو نحركو حتى يتجمع شوية. أنتما معانا. زين شوفو هنايا كنديرو الطبقة ديال الهيرنيس. كنديرو له الطبقة، عاد كنديرو هاديك عاد كنديرو هاد الفلون ديالنا هو والحليب. كما كتشوفو دابا كنكبوه. كما كتشوفوا هاد الطبقه الثانيه، من بعد ما درنا داك الفلون فوق فوق الهيرنيس ديالنا كنديروا دابا الطبقه الثانيه. وكنضيفوا النشا ديالنا جوج معالق. بحال الفلون بحال هذا بحال هذا. وكنضيفوا جوج معالق ديال السنيده. وكنضيفوا داك الفلون ديالنا. وكنخلطوهم خارج المكونين من بعد ما شد من بعد ما شد داك الفلون راسو كنديرو عليه هاد هيرنيس. داكشي اللي بقى لينا من هيرنيس دقيناه ودرنا ليه بحال هكذا. تناه في الثلاجه حتى تجمع شويه. درت بقة ثانية ديال الهيرنيس كما كتشوف. كما كتشوفوا كندير ثاني الطبقة ديال الليمون والفلون والميزية كما كتشوفوا. ما خلينا نسميتها ديالنا التحلايه ديالنا تبرد، جينا باش نديرو كيكه. المهم هنايا في المكونات كنديرو قشور ديال الليمون، قشور ديال الليمون كما كتشوفوا، بلاصه اللافاني، ايه كاس ديال السكر، سنيده، كنديرو بيضه، البيضه الثانيه، البيضه الثالثه. وكنخلطوا المكونات. درت واحد الحامضه واحد الليمونه كما كتشوفوا. هنايا كنديروا نص حامضه ونص ليمونه.
كنديروهم في الحلوة ديالنا. يلا كبي. الحمد لله الحمد لله. وكنخلطوهم وكنديرو هنايا كاس ديال الزيت. دقيقة غنضيفو دقيقة حتى كيتماسك لينا الخليط. دقيقة ديال الفرشة ماشي ديال الفرشة. غنضيفو داك جوج خمارات تاع حمرين أو خمارات الحلويات كما نشوفو، أو كنخلطو بالدقيق. هيا الحشا ديالنا كما كتشوفو، الدقيق الحشا بحال البسبوسة نيت. ها هي الحشا ديالنا كما كتشوفو، نسقيها دروب. الماء والسكر ولا السير ديال السكر؟ اه الماء والسكر كتجي زوينه. كنديرها في الحرشه البيضاء بحال اللي فين، ولكن هي الحرشه بيضاء وكتجي زوينه بحال السميده نيت. ديك الحرشه نسقيها نزوقها كتجي زوينه، ولكن الا درت ليها سميتها هاد السير وتسقي تسقيها مزيان تجي زوينه. المهم كنكملو السقي وكنزوقوها من الفوق. كنزوقوها بلي متوفر، حنا متوفر عندنا كاوكاو مهرمش كنديرو ليه بحال هكدا كنزوقوه بيها. صافي المهم تسناونا بالنسبه للفلون حتى يتجمع لينا ونوريكم الشكل النهائي ديالو. كتشوفوا ها هي الحشره ديالنا من بعد ما طابت، كما كتشوفوا كتجي زوينه الحشره ديال سميتها رطبات وزوينه. الحشره البيضاء بحال الا قلتي ضروف الحشره درنا الحشره. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا. رطبه وزوينه ها هي التحليه ديالنا كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف، كتجي فيها الطبقات بزاف وكتجي زوينه. المهم باش ديكوريناها درنا من فوقها كاوكاو مهرمش كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف. ايوا كنترك تجمعات تجمعات زوينه. المهم ما تنساوناش من لايكات و سبسكرايب وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوناش من التعليق. وشكرا لكم بزاف على التعليق ديال الفيديو السابق، وشكرا لكم ورمضان مبارك سعيد. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا.